كابتن جمال وكابتن مصطفى طبعا اغنياء على التعريف، ودول كابتن الاهلي والزمالك، وبقول لهم يعني انتوا بتتعاملوا صح وبتتكلموا وحياديه، وتناولكم للاهلي والزمالك في قناه الزمالك دي حاجه جديده، وان شاء الله تكمل وتكون ناجحه جدا باذن الله تعالى. والله احب اقول لهم يعني ان البرنامج بتاعهم برنامج ناجح، ويعني الحمد لله شايفين كمجمل القناه قناه كويسه وحاجه محترمه. انا بس حابب اوجه لهم رساله بالنسبه للتعصب، واحنا طول عمرنا يعني كاهلي وزمالك ممكن في الرياضه شويه بيبقى في سن التعصب، بس احنا بره الكوره اخوات واصحاب ومفيش اي حاجه، فان شاء الله يعني الدنيا بره في الشارع تهدى شويه، وان شاء الله ما يبقاش في اي تعصب يعني في اللي جاي يعني باذن الله. انا فوق ترحيبي للكابتن مصطفى يونس كابتن مصر واحسن مدافعي مصر في تاريخ الكره المصريه، برضه برحب بالكابتن جمال حميد اللي هو بدا في النادي الاهلي وختم حياته في النادي الزمالك، وهي يعني البرنامج هتبقى نواه ان شاء الله باذن الله لما هو قادم باذن الله باذن الله باذن الله، عشان تبقى كل الانديه تحذو حذو نادي الزمالك.